يا فوز، حدا انتبه عليك شي؟ اخي انت ليش عم تخليني احمل الصحون؟ بدك تحمل صحون وتحمل سلاح كمان. في اي مشاكل؟ لا اخي ما في، لهلا كل الامور تمام. طيب روح جيب لي كاسة شاي. حاضر. الكاسات اللي فيهم مشروب انت المسؤول عنهم، وما راح تضيف حدا تاني غير اللي انا بقلك عليهم. ماشي يا اخي. ولا يهمك، هاي اكرامية، وبس تعمل شغلك على دوز بارة بتجي بتاخد كمان. شكرا معلم. بس يطلع اخوك عابد بتوصل الشنطة للمكان اللي بقلك عليه. ماشي معلم. معلم ما في حدا بالبيت، الكل راحوا على العرس. ماشي، بعد شوي راح يجوا الحلاقين بتدخلوهم. ماشي معلم. حبيبتي عدي وارتاحي شوي وراجعلي. مراد انت روح. ما بدي روح وانا بهاي الحاله وخرب عليكم حفله العرس. ايه منيح هيك احسن لي، بنقعد هون اتنيناتنا وبنسكر موبايلاتنا. بصراحه حابه اشوف ميماتي بهديك الحاله. بأي حالة؟ وهو عم يرقص؟ ولا ونحن مسكرين موبايلاتنا وعاملين حالنا انه رايحين على العرس؟ اثنيناتهم. بدك تختاري وحدة من التنتين. انت روح وانا بضل هون. انا وميماتي بدنا نرقص مع بعض، ما بدك تشوفي هالشي؟ أكيد رح يصوروكم بالكاميرا، بشوفكم. إيه أنا حتى بعرسي ما رح أرقص، معقول ما تروحي؟ لا يا. إذا بتجي رح أرقص بالعرس، ورح أرقص بعرسنا كمان. مراد كيف فيني روح هيك؟ أنتِ بتضلي حلوة كيف ما كنتي. ما أطيب هالجرح. هاي الكوافير رح خليه يعمل لك شعرك، وأنا رح أحلي داني ومنروح. ماشي يلا. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. أهلا ست نسري. ما شاء الله صايرة أميرة. في شي ناقصكن على الطاولة؟ شكرا لك، كلك ذوق. عقبال فرحة ابنك ونشوفه عريس. آمين إن شاء الله. ما في شي صبية حلوة تخطبيها من رفقات سلوى؟ نصيب، منشوف إن شاء الله بالتوفيق. يلا بشوفكن. ليش ما في ولاد صغار؟ يعني كيف بدي أتسلى أنا؟ ليكي بنتي، هدول جواتهم في أطفال، أنت لا تشوفيهم هيك كبار. مع مين ما بدك قومي والعبي. لو كنت بعرف هيك كنت عزمت رفقاتي. بس يا ريت بسرعة شوي، ما عندنا وقت كتير.
ليش قاعدين هون؟ عم نستنى المعلم مراد. ايه بس الناس عم يستنوكم، ما بيصير، عيب هيك. إذا ما بيمشي الحال أنت روحي وبس يجي المعلم بلحقك. ميماتي هي مو حفلة طهور، هاد عرس. ماشي ماشي، ما حكينا شي. ايه معلم، انت شو عم تعمل هون؟ امشي شوف شغلك. يلا يلا. اهلا وسهلا. اهلا فيك، شو الاخبار عندك؟ طمني صاحبنا شو وضعه؟ ما طلع من الغرفة ناطر معلمه، وانا ما طلعت لعنده، كنت عم استنى هون. انت ما شفتني بنو، ما فيني اتحمل حكيه هلا. وقف عبد الحي. الإنسان بينكتب حظه هو عم يولد. شو ليش تأخرتوا؟ هاي ليكني اجيت. ايه منيح، بس وينه المعلم؟ المعلم جاي على الطريق. اخي هاي ليكك اجيت، ليش ما اجى المعلم؟ شو يعني روح؟ لا تبلش تحكي حكي فاضي، اذا ما رح يجي المعلم رح انفجر بشي واحد، يعني انت. شو جابوا هاد؟ علي ركود ونادي لعبد الحي ليك واقف على الدرج. ماشي. معلم يا ريت ترد علي. معلم ممكن شوي؟ شو في؟ الو معلم؟ عابد بتقول له لبيماتي اذا بتتصلوا مرة تانية انا ما عاد اجي. معلم مو مشان هيك، إيش السيد المحترم، انت يلي عزمته. وليش لحد لا عزمه؟ طيب شو نعمل؟ شو بدك تعمل يعني؟ بتدخله عادي. ماشي معلم. قال لي المعلم مراد خلي عبد الحي يهتم بالسيد المحترم. مين اللي عزمه هاد؟ اهلا وسهلا. اهلين فيك، عقبال فرحتكم كلياتكم. اي واحد بتجوز فيكم رح اجي. فرحة احبابك، تفضل. حضرتك فيك تتفضل لجوا مع السيد. شكرا لك. وخلي الشباب يبقوا معي هون، جوا المكان مأمنين وجماعتنا. طيب شباب انتوا خليكم بالسيارة. يا ترى بيكونوا عاملين شهر عسل؟ اكيد بيكونوا عاملين، مو هيك؟ انا متأكدة انهم عاملين. شو أخي؟ كنا بدنا نعمل عرس بين بعضنا، مين يلي عزمه هاد؟ مرحبا. أهلا وسهلا. أنا راجع بعد شوي. ميماتي مشان الله انت لوين رايح؟ العرس يلي ما في حظ للعريس اكيد رح يتبهدل فيه، راجع لك. ميماتي مثل ابني، وسلوى كمان مثل بنتي، وجدة لسلوى كان من اعز اصدقائي. اذا انا ما رح احضر هذا العرس، عرس مين بدي احضر؟ يا اهلا وسهلا فيك. شي حلو، كاس الفرحه. Thank you.
معلم انت شو عم تعمل هون؟ مين يلي عزم السيد المحترم؟ المعلم مراد قال ما رح يجي، خلي السيد المحترم يجي بداله. يعملها بعرف، اكيد بيعملها. مشان يخليني جن اليوم بيطالع اسكندر من القبر وبيبعتي قرصاي. المعلم ما قدر يطالع اسكندر من القبر، بس بعت لنا متى. لا تمزح معي هيك مزحة تقيل تنزع لي مرائي. طلع مو مزح. لك شو جابوا لهاد؟ رجعوا لورا، لورا لو سمحتوا، لورا إذا بتريدوا. بعد هيك شوي، رجعوا لورا. أهلا وسهلا سيد لورا لو سمحتوا. قديشني مبسوط بشوفتك. أهلين فيك ميماتي. لورا لو سمحتوا. ألف مبروك. الله يبارك فيك. تعرف سيد متى عاملين عرس صغير بس للعيلة تبعنا، ما فيك تسميه عرس. طيب يا أخي أساساً نحن متزوجين. ممنوع أكثر من هيك، ممنوع. سيد متى من كبارية عيلتنا. إذا في أي إزعاج أنا برجع. لورا أنا بالأخير باركت له لميماتي. إيه بس ما باركت له لسلوى. تفضل. إذا بتريد ما مندخل حدا مع السلاح. طوفان استناني بالسيارة. أهلا وسهلا. أهلا فيك ابني، عبال فرحتك. لسه بكير على هالشي. عبد الحي عنا مكان فاضي؟ بتحب تقعد عند السيد المحترم؟ ايه طبعا. ايه تفضل. اهلا وسهلا. مين؟ اهلا وسهلا متى. اهلا وسهلا فيك، احترامي لحضرتك. تفضل. من شوي كنت عم اقول لصبري العصفورة هي يلي بتبدي العش. شفت عروستنا قديش حلوة؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايه تفضلوا. آه يا نسرين شاكر ونهاد شاكر، قديش خبصتوا بهالعرس، راح تفشلون. رحت. استاذ العرس خلص ولسه ما اجيت؟ ميماتي انا ما بحب الاعراس، انا بحب الجنازات. تعال تعال، هون في كتير ناس لازمون الجنازة فوق ما بتتخيل. هيك رأيك؟ بس انا خايف اشرب واسكر واقوس ابن حماك اخو مرتك. زازا بعد ما اطلع من هون مين ما بدك اوس ولو؟ اذا هيك رح اجي. ليك قالوا لي انه ذو الفقار جايب شوال دولارات معه، اذا بتجي على العرس وايدك فاضية ما بدخلك من على الباب وبقلعك. هي عم نبهك نجدات. ساعدني ميماتي حكى بس ما سمعت. تعال تعال ترجم لي. بعرف انك سمعت منيح. هلا رح نشوف. شو شباب، حدا وصلكن عشاي وقهوة؟ إن شاء الله مرتاحين. مرتاحين معلم. متضايقين من شي؟ لا معلم. منيح. شوف هلا يا عبد الحي شو رح يجي وسخ. اساسا المكان كله صار وسخ.
كنت عم أقول لحالي ميماتي رح ينفجر من التعصيب. شو اللي عم بيضحكك؟ اليوم ما حدا بيقدر ينزع لي مرائي يا حبيبة الروح. شكرا. كيف صحتك؟ كيف صحة الولد؟ نحن كتير مناح. خفت كتير على حياتك وكنت قلقانة كتير. هاي خلص كل شي، ما في داعي للخوف. بتحب تحمل حفيدك بحضنك؟ ايه طبعا، بس عم يبكي كتير. هاتي لشوف. طالع بيشبه أبوه. بعتوني اشتغل عنده مشان اقدر اوصل لمكانك، بس انا حبيته كتير لفرمان وما قدرت نفذ اوامرهم. خفت منهم وتخبينا، بس لاقونا بالاخير. اذا كنتي بتحبي فرمان عن جد كان لازم تخبريه بكل شيء. انا خبرته، فرمان حبني رغم كل هذا الشيء. انا ترجيته وقلت له نحن لازم ننفصل. قال لي خلص انا رح حل كل شيء، وقال لي ابي اكيد رح يساعدنا. طيب وبعدين انت ليش رجعتي لعندهم؟ مشان روح اخذ بتار فرمان منهم. للاسف ما قدرت. بنتي لا تشغلي بالك، نحن اخذنا بتار فرمان. بس من بعد اذنك خلي اسمه فرمان وخليه يعيش باسم ابوه. فكرة كتير حلوة، موافق. خلي اسمه فرمان، حبيبي فرمان. تفضل عريس. يسلموا. هلا بصبر لك كمان. ميماتي مو بهالطريقة هي بينشرب البيت. ما أكلت شي من الصبح، عم ينزل السكر عندي. ليك ميماتي عم يتقل بالشرب، وقبل ما يجي المعلم بيكون سكران. أخي تعال نعمل للمعلم ميماتي شي حركة ونشوف إذا رح يضلوا متوتر هيك. مثل شو يعني؟ لمين عم يعزفوا هدول عمران؟
شوف هداك الندل التافه نهاد ما بتخليه يطلع ويرقص قدامي، وإلا بحاسبك إلك عمران. لا معلم، مو هو. سلوى، الظاهر اني بلشت دوخ شوي. هدول اللي عم يدبكوا عبد الحي وعبد، ما هيك؟ ابني بسرعه جيب لي مصاري. معلم، الناس هن اللي رح يجيبوا المصاري، مو انت اللي رح تجيبهم. بسرعه، يلا شباب يلا. خذوا يا حلوين، خذوا لشو، خذوا أهلين. لك أخي، ليش ما بعرف إكون بتعرفوا تدبكوا حلو هيك كتير؟ ليش صار عنا عرس وما دبكنا؟ الله حيو عبد الحي، حلال عليكم كلكم. وعد يا رب وقت رح نعمل عرس مطنطن مشانك، وانا كمان رح ادبك هيك يا عين. روح زينب، جيب لي هالشنطة. لك الله محيي الشباب. يلا صفوت، ما تمشوا. بس لازم نفتش الغراض يا أستاذ. ايه بس استعجلوا شوي. مشكلة بعرس اختك؟ ميماتي مبروك مبروك. صادة، اجيت وما جبت غير شوالين مصاري وبس. ثيك خالي، انا ما بحب ارميهم بالهواء. فدانا ميماتي، والا كنت عبيت الشحنة كلها مصاري. الفقار جايب اكتر منك يكون بعلمك. مصرياتي ومصرياته نفس الشيء. خار، ما في غير رب العالمين بيعرف قديش عم اتعب لجيب المصاري. الف الف مبروك. يلا يلا غنيه.
أسمر اللون، هل أسمراني تعبان يا قلب خيو هواك رماني يا بو قمر فضة على وش هالبغضة بعطيك تترضى خيو بالعيد رسمالي يا بو عيون وساع حطيت بقلبي وجاع بعطيك معلم. اهلا وسهلا. عابد سمعنا اخباركم. اكيد انتوا سمعتوا غلط. كتير حليانة. الف مبروك. شكرا حبيبتي. شوفي ليلى، ما بصير تقعدي وإلا ما برقص بعرسك. هون برأيك رح يصير عندي عرس؟ يلا بشوفك. بابا سلوى. شكرا. أهلين بنتي. شكرا كتير. أهلين يا عمر. ماما نازل. أهلين يا بنتي. أهلين مراد. زازا شو له شغل هون؟ زرع بداني حكمات. هون في عرس، لا تلزعجوا. لا اله الا الله. لا 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 لا. مو معقول شو طلع حلوة. فيك تقلي ليش هلا قد انا؟ مشان تبوسيني على راحتي. لا ما رح بوسك، انا استنيتك كتير وما اجيت. اي معناتها انا بوسك. لا تعمل هيك عم تكركرني. حاجة بابا. العريس من هلأ سكين. حسن شو عم تعمل؟ لك ما وعدتني ما تقوص. إذا اليوم ما قوصت إمتى رح أقوص يا حكمات؟ اتركوا خليه معي شوي، رح طالع المخزن. معلش خليه يدي معك. يلا امشي معي. خليني كمل. خلاص بقى يا حسن، شوف كيف كركبت العالم. يلا حسن يلا، انت عن جد جنيت. معلم ماتي شوفي شو جابك لهون يا مجنون؟ مو شايفني عم معلم؟ ما بيصير العرس بدوني. أنا جاي بارك للعروس وروح، هلأ بيقلعوا علي بالمشفى. ألف مبروك يا عروس. شو حسني أنت هربان؟ أخذ إذن منهم. إن شاء الله ألف مبروك. قبل ما يوجع لي راسي خليني أهرب من هون وأمشي. والله ذكري ذكرت يا ثبابك، سكوني منيح. معلم لا تاكل هم السد إنجي، عم بهتم فيها شخصيا، واخيرا بتمنى لكم السعاده. فرصه سعيده. نحن كمان لازم نرش قصاري بابا. طيب خدي هدول الشيو. وينه ابني؟ انتوا اللي اخذتوا ابني؟ لا ما اخذنا.
وين راح الزلمة اللي كان هون؟ راح من شوي وقال إنك نايمة. خطفوا لي ابني. وقفي شوي. خطفوا لي ابني. اهدي اهدي مدام. تعالوا ساعدوني بسرعة. شو ما رح تعزمني على الرقص؟ هلأ هون؟ ايه هون؟ إجلال مو وقتها. هيك لكان مرة تانية. انت تعبتي شي؟ لا لسه. قليلي إذا تعبتي فينا نقوم. وليش لحتى أتعب من القعدة يا رجال؟ خلينا نروح حتى الشباب ياخدوا راحتهم. ما تواخذني يا رجال، إذا بدك تروح روح، أولادي كلهم بيوصلوني، أنا بدي أنبسط وأفرح الليلة مع أولادي. عم تفكر بمستقبلها؟ أول مرة بفكر بآخرتي. عم تفكر بعرسها ولا إذا رح تشوف عرسها؟ ما بعرف شو الأسوأ بيناتهم. لك تضرب معناك قد الشرب خراث فلتك. ها بابا ما رح تقوم ترقص معي؟ طبعا رح ارقص معك. طالع لبرا شوي وراجع. اي ماشي. شو هالرقص الحلو هذا؟ كيفك ماما نازك؟ مبسوطة؟ فرحتك مع مراد إن شاء الله يا بنتي رح كون مبسوطة أكثر إن شاء الله. برافو عليكي. ألف مبروك حبيبتي. الله يبارك فيك. ألف مبروك حبيبتي. ألف مبروك. شكراً كتير. سيد متى تأخر وقت ونحن صار لازم نقوم. يلا نروح.
مبروك يا ابني، مبروك يا بنتي. ممكن تسيبني منيح؟ قوم خلينا نروح يا حبيبي. خاطركم، مع السلامة. يعطيكم العافية يا شباب. الله معكم. ألف مبروك بنتي. شكرا لك. ماما؟ ايه؟ وين رح نهاد؟ أخوك تضايق شوي بنتي، وأنتي بتعرفي إنه بيحبك كتير. هو تأثر شوي وفات لجوا مشان ما حدا يشوفه. شباب هدي أولي الكاثر. فاضي آخر كاثر هاي. مبروك ماماتي. شكرا زازا. مبروك عروستنا. شكرا. الله يسعدكم. شكرا يا أغا. الله يبارك فيكم. مبروك يا أختي. حلوة. شكرا. على مدار. اي والله. يلا يلا امشكوني، امسكوني منيح يا كبير. يا عمل لك دورة. يلا برافو. تعي يا عمري تعي. بابا شو اللي صار ميماتي؟ شكلك قلعت الناس. شفت الجماعة ما حدا حابب يرقص، شو أعمل يعني؟ رقص شو ميماتي؟ معلم أنا ما بفهم هالحكي، أنت وعدتني وخلاص. بتقول له يعزف غنية هارمون. أها يلا لشوف يا شباب. شو بدي ساوي؟ وعدتو. الله معكم. زيف غنية هارمون دالي. Thank you.
ميماتي معلم اوعى تموت بماتي معلم